السلام عليكم. جماعة الحوثي في اليمن أشعلت المواجهة ضد الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك من خلال مهاجمتها لأكبر الحاملات الطائرات الأمريكية على الإطلاق وبشكل مكثف، وخلال 24 ساعة فقط أكثر من هجوم تحقق ضد هذه الحاملة الطائرات التي سنتحدث عنها. وهذا الأمر أصبح واضحا من بيانات متكررة صادرة من العميد يحيى سريع والقيادة المركزية الأمريكية وعدد من المصادر الأخرى. وبداية هذا التصعيد الأخير بدأ مع الهجوم الإسرائيلي باتجاه مدينة رفح، الذي وصل بحسب غازا وور يونت تراكر إلى هذا الحد. كما تلاحظون، القوات الإسرائيلية أمنت محور فيلادلفيا كما هو واضح، وكذلك دخلت ووصلت وبدأت بالتغلغل في تل السلطان، وهذه مساحة مفتوحة باتجاه محور فيلادلفيا. ولكن واضح أن هنالك تقدم في جميع الأحياء الخاصة بمدينة رفح. لا اتفاق، لا هدنة، هو الأمر الذي دفع جماعة الحوثي للتصعيد بهذا الشكل الكبير. والشكل التصعيد ليس عادي بالنسبة لهذه الجماعة، بدأت تنفذ 6 هجمات في اليوم الواحد. الهجمات لم تكثف فقط باتجاه البحر الأحمر وخليج عدن، وإنما أصبحت مكثفة باتجاه المحيط الهندي وكذلك باتجاه البحر العربي، وأيضا بدأت تهاجم البحر المتوسط، والذي يدخل من ضمن المرحلة الرابعة للتصعيد الخاصة بهذا هذه الجماعة. وكذلك أنهم لم يكتفوا ولم يعودوا أو لم يتوقفوا عند فقط هجوم واحد ضد السفينة الواحدة، لا أبدا، بل هم بدأوا بمهاجمة كل سفينة مرتين أو 3 مرات عند مرورها بالبحر الأحمر وخليج عدن مثلا ووصولها إلى البحر العربي. هم يستمرون بمهاجمة هذه السفينة حتى إيقاع أكبر ضرر ممكن، وبالتالي إغلاق مضيق باب المندب وتطويقه بشكل أكبر. وهذا هو الأمر الذي لفت انتباه الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، بأن جماعة الحوثي دخلت في مرحلة تصعيد ليس بالعادي أبدا، خاصة وأن الفصائل العراقية أيضا أصدرت بيانات مساندة لجماعة الحوثي، وأعلنت أيضا في 24 ساعة الماضية بأنها في حقيقة الأمر ستصعد وستدخل في المرحلة الثالثة الآن من عملية التصعيد. وبالتالي هذا يشير إلى أن هذه الفصائل العراقية من الممكن أن تهاجم أيضا الخليج العربي والسفن الموجودة في الخليج العربي، إن كانت الإسرائيلية أو البريطانية أو الأمريكية، مع الأخذ بعين الاعتبار أنهم يهاجمون البحر العربي والمحيط الهندي. هذا يعني ضغط كبير على مضيق هرمز أيضا، وهذا يعني بأن التصعيد من الممكن أن يصل إلى أعلى مستوياته. أسعار الشحن، أسعار النفط، الطاقة في العالم كلها سترتفع. بالتالي الولايات المتحدة وبريطانيا ببساطة بدأوا واضطروا لعملية مهاجمة جماعة الحوثي بشكل كبير وتوجيه ضربات مباشرة لإضعاف قدراتهم ولإرسال رسائل أيضا للفصائل العراقية بأن على هذه الفصائل الانتباه لما هو قادم من قبلهم وكيف ممكن أن تتطور هذه الأمور بالنسبة لهم إذا ما صعدوا ودخلوا أيضا في هجمات باتجاه الخليج العربي. وبالتالي هنا جاءت الهجمات قادمة من حاملة الطائرات الأمريكية USS وايت آيزنهاور المتمركزة في البحر الأحمر. جاءت حاملة الطائرات الأمريكية العملاقة لتنطلق منها الطائرات الأمريكية المتمثلة بF-18 سوبر هورنت، وكذلك الطائرات البريطانية كانت قادمة من البحر المتوسط كالعادة، هي تأتي من البحر المتوسط لتنفذ مثل هذه الهجمات. والاستهدافات كانت باتجاه مقرات تتواجد فيها عناصر جماعة الحوثي وكذلك قواعد خاصة بالطائرات المسيرة وحتى الصواريخ البالستية والصواريخ الموجهة للكروز الخاصة بهذه الجماعة، وحققوا عددا من الغارات. نتحدث عن 13 غارة واحدة أو غارات، عدد من الغارات باتجاه العاصمة صنعاء، وكذلك غارة واحدة باتجاه محافظة صنعاء، وأيضا باتجاه تعز، وكذلك أغلب الضربات جاءت باتجاه محافظة الحديدة. وهذه الضربات أدت إلى إيقاع 16 قتيلا وبالإضافة إلى 42 جريحا، نتحدث عن 58 تقريبا بين قتيل وجريح. إيران انترناشنال قالت بسبب هذه الضربات هنالك عناصر من حزب الله اللبناني قد قتلوا وهم متواجدين في داخل اليمن، وكذلك عناصر أيضا من الحرس الثوري الإيراني. جماعة الحوثي قالت بأن هذه الضربات أدت
أدت إلى سقوط العديد من الضحايا المدنيين. وإذا ما ألقينا نظرة على طبيعة هذه الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة الأمريكية مع بريطانيا، وذهبنا على سبيل المثال إلى محافظة صنعاء تحديدا، سنرى أن هذه هي العاصمة صنعاء. إلى جنوبها هنالك جبل يطلق عليه جبل القاع، من ضمنه تأتي فتحة خاصة بهذا الجبل، هذا هو الجبل، وأن هنالك مدخلا خاصا عسكريا سترونه هنا. هذه هي النقطة التي استهدفت من قبل الطيران الأمريكي والطيران البريطاني ودمروها تماما، لأنهم غير قادرين على استهداف الجبل أو اختراق الجبل بحكم طبيعة الطائرات المستخدمة بهذه الضربة. لكن بشكل عام هم استهدفوا هذه النقطة تحديدا التي نراها هنا. هنالك صورة محدثة للقمر الصناعي هي التي تثبت بأن هذه كانت واحدة من النقاط التي استهدفت، وستلاحظ الطريق واضح أمامنا ويظهر في القمر الصناعي الذي لن يكون واضحا بهذا الشكل الكبير، لكن يوضح أن هنالك استهدافا حقيقيا، هنا شكل معين للتضاريس وكذلك طريق بالقرب منه، بالتالي بالاعتماد على هذه العلامات. ولنذهب إلى القمر الصناعي، هذه تقريبا نفس الصورة كما تلاحظون، هو نفس الطريق، وتلاحظ أيضا شكل التضاريس واضح بالنسبة لنا، وهذا هو الطريق الثاني، وبالتالي ما تحدثنا عنه أن الاستهداف قد جاء هنا في هذه المنطقة. تلاحظ هنا في 23 من مايو، وبعدها جاء الاستهداف تقريبا في 31 من مايو، وستلاحظ هنا كيف تتغير، هذا هو التغيير، لاحظ هنا قبل وهنا بعد، لاحظ أن هنالك نوع من التغير البسيط هنا في هذه المنطقة. دعونا نقترب من هذه الصورة أكثر، هذه هي قبل، لنقترب من هذه الصورة، وستلاحظ أن هنالك فعلا تغيرا قد طرأ على هذه المنطقة جراء هذه الضربة، هنا قبل وهنا بعد، وهذا هو الذي يوضح فعلا أن هنالك ضربة طالت هذه المنطقة وأغلقت هذا المدخل بالتمام والكمال. كذلك جماعة الحوثي قالت أن الضربات أدت إلى عدد من الأضرار في السفن الموجودة في البحر الأحمر في ميناء الصليف تحديدا، كما تحدث العميد يحيى سريع. ستلاحظ هذه واحدة من الصور التي عرضت على قناة المسيرة، وبأن هنالك نوع من الشظايا القادمة باتجاه هذه السفينة، يبدو هذا ما يقصده بطبيعة الأضرار، لكن تبدو السفينة بخير، تبدو هذه السفن بخير وليست هنالك الكثير من الأضرار. صورة أخرى صورت من نفس القناة توضح أن السفن لا تعاني من أي شيء أبدا، لكنهم صوروا النقطة تحديدا التي قالوا بأنها مقر للخفر الخاص بجماعة الحوثي الموجودة على مياه البحر الأحمر هي التي كانت هدفا. هذه الصورة وضحت موقع هذه النقطة، ستلاحظ بأننا أمام سياج قريب جدا من هذا المبنى المدمر، وبأننا أمام مستودعات كبيرة يبدو لونها بالأسود أو بالرمادي، تبدو باللون الأسود إذا ما اتجهنا بالقمر الصناعي باتجاهها، لكي نفهم طبيعة هذه الضربات ولماذا هي أغضبت جماعة الحوثي وأدخلتنا بكل هذا التصعيد. نذهب إلى ميناء الصليف هنا، وسترى بأننا أمام هذه النقطة تحديدا التي استهدفت بالتفافة بسيطة. الآن مع تحديد هذا الموقع سترى بأن هذه هي المنطقة التي استهدفت فعلا، هذا هو الجدار الذي كان ظاهرا لنا، وهذه هي المستودعات، وبالتالي هذا هو المبنى الذي دمر بالكامل بهذه الضربة القادمة من الطائرات الأمريكية والبريطانية. والواضح أن الشظايا الخاصة أو الحطام الخاص من هذا الانفجار هو الذي انعكس على هذه السفن، أي أن الضربة هي التي انعكست على هذه السفن وغيرها، ولم تكن هنالك ضربات مؤثرة مباشرة على السفن بشكل عام، وهي منطقة تعتبر عسكرية مع كل ما يجري، أي أن المدنيين بعيدين عن هذه المنطقة في ظل كل العمليات التي تجري المتبادلة من جماعة الحوثي باتجاه البحر الأحمر أو من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا باتجاه اليمن. ولكن المشكلة في هذا المبنى القادم وهو مبنى الإذاعة، هنا سقط أكبر عدد للضحايا، وهذا هو مبنى الإذاعة في الحديدة كما تلاحظون بالتفافة بسيطة. هنالك تحديث للقمر الصناعي وضح لنا طبيعة ما جرى في هذه المنطقة، يظهر هذا الميناء بالضبط أمامنا، وتظهر هذه أيضا المباني باللون الأبيض، وهذا هو المبنى الذي كان هدفا كبيرا بالنسبة للولايات المتحدة وبريطانيا. هنا تلاحظ نفس الصورة لنفس هذا الموقع، هذا هو
الميناء، وهذه هي تبدو المباني واضحة أمامنا، والتركيز على المبنى هنا في الأسفل تقريبا. ستلاحظ بأن قبل وبعد تغيرت الأمور واختفى هذا المبنى تماما. دعونا نفعل بالضبط نفس ما فعلناه هناك في المبنى الذي ضرب في محافظة صنعاء، ونحاول أن نقترب من هذا المبنى هنا قبل وهنا بعد. دمر بالكامل، لم يعد هنالك شيء من هذا المبنى، واعترفت جماعة الحوثي العميد يحيى سريع بهذا الاستهداف الذي أصبح واضحا من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا. هذا هو الأمر الذي جعل جماعة الحوثي كما تحدث العميد يحيى سريع أن تنفذ هجوما مباشرا على من؟ على حاملة الطائرات الأمريكية العملاقة USS دوايت آيزنهاور. قال في البيان الأول أنهم ردوا على هذه الضربات وبأنهم أصابوا USS دوايت آيزنهاور بحسب البيان الذي صدر منه. وكذلك في بيان آخر أكد مهاجمة أيضا نفس حاملة الطائرات ومهاجمة المدمرة أمريكية. قالت القيادة المركزية الأمريكية بأن هذه المدمرة هي USS Gravely، وجماعة الحوثي قالت بأنها أصابت أيضا هذه المدمرة الأمريكية ردا على الهجمات التي تعرضوا لها، وكذلك انتصارا للشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي مدينة رفح، وبالتالي هم تمكنوا من تحقيق هذه الإصابات. المشكلة أن المصادر الأمريكية لم تؤكد أي إصابة، لا بل إنها نفت تماما حدوث أي إصابة، مثل البزنس إنسايدر على سبيل المثال هي التي تحدثت بشكل واضح وقالت من مصدر أمريكي مطلع في البنتاغون في القيادة المركزية، قالوا ليس هنالك أي حقيقة لأي استهداف أو إصابة لحاملة الطائرات الأمريكية USS دوايت آيزنهاور. حتى جينيفر جريفن المراسلة المعروفة في الفوكس نيوز لدى البنتاغون وكذلك القيادة المركزية الأمريكية تحصلت على تصريحات من سنتكوم تؤكد بأن ليس هنالك أي استهداف أو ضربة طالت USS دوايت آيزنهاور، ونفس الأمر بالنسبة للمدمرة الأمريكية USS Gravely. وبالتالي هنا مطلوب من جماعة الحوثي أن تؤكد ما جرى، أن أظهرت أي مقطع مصور لأي حقيقة قادمة من الطائرات المسيرة على سبيل المثال باتجاه USS Gravely، أو من الصواريخ أو تصوير يمين أو شمالا يؤكد أن هنالك استهداف. هنا ستضع التقارير الأمريكية في خطر كبير، لكن حتى هذه اللحظة ليس هنالك أي تأكيد ممكن الاعتماد عليه من هذا الاستهداف. هذه القضية بحد ذاتها ما يجري في أحداث قطاع غزة، وكذلك ما يجري مع جماعة الحوثي. بدأت مراكز الدراسات الإسرائيلية بالانتباه لها بأن جماعة الحوثي في حقيقة الأمر تستغل، أو عفوا إيران تستغل ما يجري من أحداث قطاع غزة وجماعة الحوثي والفصائل في المنطقة وغيرها، أن التركيز كله يأتي باتجاه رفح واليمن وغيرها. وجويش إنسايدر هي التي ركزت على هذه القضية بأن هنالك استغلالا لإيران في التقدم نوويا مع انشغال العالم بكل الأمور التي تحدثنا عنها قبل قليل. على سبيل المثال إيران انترناشونال نقلت عن طريق تقارير صدرت مؤخرا من قبل أفريكا انتليجنس وكذلك لاموند الفرنسية بأن هنالك صفقة مرتبطة باليورانيوم الإيراني تحققت مع النيجر تحديدا، وهذه صفقة غريبة للغاية لم يتحدث عنها الكثيرون، ولكن أكدتها كل هذه المصادر التي ذكرناها قبل قليل. الصفقة هذه مرتبطة حقيقة في مسألة إن إيران وقعت اتفاقا مع النيجر تصل قيمته إلى 56 مليون دولار. بالنسبة للنيجر منذ عام 1971 تقريبا لديها عمليات للتنقيب عن اليورانيوم تحديدا الكعكة الصفراء من شركة فرنسية، وهذا هو الأمر الذي أكدته لاموند الفرنسية، وبالتالي هم يمتلكون احتياطي كبير للكعكة الصفراء التي تعتبر نقطة مهمة لليورانيوم الذي ممكن أن يستخدم في الدخول في الأسلحة وغيرها من الأمور الخطيرة للغاية. وبالتالي وعلى هذا الأساس إيران وجدت بأن هنالك فائدة ممكن أن تتحقق في ظل أن النيجر لديها مشكلة في الطاقة في الزراعة، بحاجة إلى أسلحة، بحاجة إلى تناسلات اقتصادية وسياسية، وإيران أيضا بحاجة للتقدم نوويا في ظل التقدم المستمر الخاص بها. على هذا الأساس إيران الآن اتفقت على إرسال مولدات لتعويض الطاقة في النيجر بشكل عام، وكذلك أيضا في دعم الجهود الزراعية والتحول الزراعي الجاري في النيجر، وأيضا في نفس الوقت إرسال الطائرات المسيرة المفخخة الإيرانية لصالح النيجر كما تفعل من في السودان، ودعم الجيش السوداني في المعارك التي يخوضها في الداخل، وهو يعطيها نفوذا
نفوذا أكبر في هذه المنطقة، وكذلك أيضا دعم النيجر وإرسال الصواريخ الأرض جو الخاصة بهم، أي أن يكون هنالك دفاع جوي خاص بالنيجر، كل هذا مقابل أن ترسل النيجر تقريبا 300 طن من اليورانيوم المتمثل بالكعكة الصفراء. نتحدث عن أكثر من 272 ألف كيلوغراما من الكعكة الصفراء، الأمر الذي يعطي فرصة كبيرة بالنسبة لإيران للاقتراب أكثر من الوصول للقنبلة النووية، وأن تكون لها قدرات نووية أعلى مع اليورانيوم الذي تمتلكه المخصب طبعا بشكل هائل الآن في ظل أحداث قطاع غزة، في ظل عدم وجود أي اتفاق حقيقي حاضر على الأرض. وعلي شام خاني الذي جاءت الأنباء مؤخرا بأنه أصبح مسؤولا عن ملف المفاوضات الإيرانية، كان قد هدد الآن الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن إن كانت هنالك أي رسالة أو أي توجيه من مجلس المحافظين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية بسبب التقرير الأخير الذي صدر من هذه الوكالة بأن إيران ازدادت عملية الخزين من اليورانيوم المخصب بنسبة 5% و20% و60%، فإن أي قرار باتجاه إيران، أي توبيخ، أي أوامر وغيرها بالتعاون، فسيكون هنالك رد قوي، ردا جديا وفعالا من إيران مباشرة، وهذا قد يعني تصعيد كبير جدا من قبل الجانب الإيراني، وخاصة إن الاتفاق مع النيجر الذي نتحدث عنه بدأت التقارير تتحدث عنه من أبريل عن الوفود التي ذهبت وغيرها، وبالتالي هنالك أمور آنية تجري عسكرية في المنطقة وأمور استراتيجية تستغلها إيران. كيف ستتعامل الولايات المتحدة وبريطانيا مع هذه التحديات؟